صباح الخير، صباح النور، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم هانيه؟ مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم البنات صراحه بغيت نشارك معكم هذا النهار، ما بغيتش نطول عليكم ونغبر عليكم. وشكرا شكرا شكرا بزاف البنات كاملين اللي كيسولوا عليا في الانستغرام وحتى في اليوتيوب وحتى في الواتساب، البنات اللي عندهم المرتي شكرا لكم بزاف، سولوا عليا فاش كنت مريضه شي شويه. دابا البنات الحمد لله بدا من زمان ماشي بحال الاول، تبعت الدواء ديالي وتبعت واحد الريجيم زوين. الحمد لله كنحس براسي احسن من الاول واخف من الاول كما كنقولوا، داك الانتفاخ نقص شي شويه، وحتى ما بقيتش زعما كنحس براسي كناكل هكا بصعوبه او لا. ودرت حتى واحد الريجيم حتى بالنسبه للصحه ديالي. شكرا للبنات كاملين كيبقاو يقولوا لي فاطمه نقصي الوزن، راه غلاضيتي، راه خاصك على قبل صحتك، راه انا عارفه هذا الشيء. البنات وشكرا لكم بزاف اللي كيقولوها في بطريقه اولا بواحد الحاجه اللي كتجيني انا زعما عاديه، شي حاجه عاديه، انا عارفه راسي انني زعما ماشي ضعيفه، ولكن في نفس الوقت كنحاول زعما منها ما كنحرمش راسي من اي حاجه. ومنها قلت غندير واحد الريجيم يكون غادي بحال قلتو مرحله بمرحله، كنقص شويه بشويه، وكنفكر ان شاء الله باش غادي ندخل لاصال، غير هو ماشي دابا، كنقول من ورا العطله. راكم عارفين الدراري الصغار غادي يشدوا العطله دابا، وادم ما غاديش يكون اللي غادي يشدوا ليا، فقلت ان شاء الله مورا العطله اكيد غادي نفكر انا نمشي شي لاصال هكا ولا صاله ديال الرياضه، واكيد غنشارك معكم هذا الشيء ملي غنديروا هذا النهار. البنات اول حاجه بعدا فطرنا، جمعت طويله الفطور وكل شيء، بقى لي هذا البيض النعاس مرون كان كيعيب فيه ادم، خليته خدا راحته، قلت خليه ماشي مشكل. جمعت الدار وكل شيء، ودابا غادي ندوز باش نوجد كما كنقولوا لي خلى غداه العشاء ربي غناه، هي هذه دابا ديالي، غنوجد الغدا ولكن غنخليه العشاء. البنات تقطع لي التصوير ما عيط لي اخويا. نكمل معاكم كما قلت لكم، غادي نصايب معاكم واحد الطريقه ديال الدجاج كتجي زوينه. راجلي اليوم ما عرفت شنو جا، قال لك والو درينا داك الدجاج اليوم، وبما انه خارجين غادي نتغداو، المهم غنخرجوا نقضيو شحال من حاجه وتغداو برا، وقلت نصايب هذاك الدجاج دابا ندير ليه واحد الترقيده، كتبقى زعما كياخذ مده طويله باش يبقى فيها، ونخليه حتى للعشاء، ومنها نشاركوا معاكم. كيجي بنين يا البنات، وراجلي حتى هو كيحماق عليه بديك الطريقه. حاليا البنات كناكل الاغلبيه غير الخضر هكا، مثلا مفوره ولا مقطعه زعما هكا في الطاجين، غير هو ما كناكلش بالخبز بزاف، حيتاش المهم هكا لقيت راحتي، لا حتى المصران ديالي زعما جاني هكا مزيان. وواحد الحاجه انه نقصت من داكشي ديال البيشاميل ولي بات، داكشي اصلا هو اللي كيزيد في الوزن، وانا عارفه راسي انا تحماق على داكشي، ولكن قلت حاليا المهم بما انه درت هاد الخطوه نبقى غادي عليها بحال هكا. المهم اليوم البنات غادي نشري الادام داك البارك ولا داك الناموسيه فاش كينعسو ولا الكونه ولا، المهم كل واحد شنو كيقول لي، حيت عندي الدار بارده الصراحه في هاد الوقيته، وخصوصا بيت النعاس، وفاش كينعس يعني كنحطو غير هنايا حدايا، كنفرش ليه غير حدايا، كندير ليه البونجر وداكشي، ولكن ادم باقي صغيور يعني انا صراحه البنات من ادم باقي بيبي يعني صغيور ما كنعسوش نهائيا حدايا، ماشي زعما كنحطو في حضني وندير ليه بحال هكا ونعسو، كنديرها ليه هي حتى كيشد فيه النعاس، صافي من بعد كنكحزو عليا لواحد البلاصه وكنعس. انا ما عرفتش البنات في هاد القاعده ما كنرتاحش انني نخشي شي واحد هكدا حدايا ولا نشد شي واحد حدايا، ما كنرتاحش في النعاس، كنبغي نكون زعما بوحدي مرتاحه، فداكشي اللي كندير ليه كنحطو حدايا حتى كينعس، ومن بعد كنكحزو كنحطوه بلاصتو. فقلت ما يبقاش ينعس هكا في الارض وهو صغير وداكشي، قلت غادي نشري داك البارك. ديجا كان عندي واحد كانت عطاتو ليا امينه ديال صوفيا فاش كانت صغيره ومبقاتش كتنعس فيه، وكنا جمعنا واحد الفتره جمعنا زعما ما بقاش كيبغي يجلس ليا فيه ادم وداكشي، وحتى واحد النهار كان دار واحد الكاريته اللي كتعقلو، خدا واحد العكر اورانج وبدا كيخطط حتى ردو حالتو ما فيه ما يتلبق، صافي وانا نجمعو. من ديك الساعه صراحه كنفكر ناخذ ليه كونه، مره كنقول وصافي حتى من بعد حتى لهذا تنصايب ليه بيتو، زعما كنا متفقين انا وبابا باش غادي ناخذو ليه ناموسيانات كبيره ديال واحد الشخص ديال الوليدات الصغار، ولكن اسمحوا لي ولكن مازال ما صيبناش ليه بيتو. ان شاء الله ان شاء الله كنفكروا في هذا الشيء. قلنا دابا زعما ما حدو باقي صغير،
نشرو ليه هاد الباك ونديرو هنيت في البيت، واخا ان البيت نعاس صغير وداكشي، ولكن ماشي مشكل، ما حدو باقي صغير زعما يبقى هكذا معانا في البيت. فقلنا ان شاء الله اليوم غادي ناخذوه ليه، والبلاصه فين كيكونوا هاد الحويجات هادو انا البلاصه اللي عرفت هو امرجان، يعني ما عرفتش شي محلات اخرين انهم كيبيعوا هاد الشيء، وحتى في السوق ما كنظنش حيتاش ما عمرني زعما دزت هكا في السوق ولقيتهم، الا عند دوك الناس اللي كيجيبوا دوك الحوايج المستعملين ديال برا وداكشي كيعاودوا فيهم البيع. ولكن انا بغيت ناخذ لي شي حاجه جديده وشي حاجه هكا تكون زوينه ويدير فيها كما كنقول يقضي بها دابا بين ما ان شاء الله يدير واحد 4 سنين، وديك الساعه غادي يكون عنده البيت ديالو ان شاء الله ونقادو ليه زعما على ذوقه وكلشي. المهم بلا ما نكثر عليكم نهضر بزاف البنات، غادي نوض درت غير شي شويه ديال الماكياج، قلت نوجد راسي دغيا عاد من بعد نكمل داكشي اللي خاصني نوض. دابا نكمل الغديوه ديالي نخليها وهانتوما معايا حتى ندوزو مع بعضياتنا هاد الفيديو. البنات بغيت نوريكم بالنسبه للترقيده اللي غندير فيها ولا لا ماغيناد اللي غندير فيها هاد الدجاج ديالي. عندي الدجاج هنايا غسلته مزيان بالملح والحامض، وهنايا عندي العطريه اللي غادي ندير. المهم انا نوريكم شنو درت هاد الجوج ديال لي صوص، هادي صوص باربيكيو وهادي لا موطارد فيه شويه ديال المايونيز كتشرب بحال هكا مخلطه. المهم هاي نوريها لكم، فيها مايونيز او موطارد، ولكن الموطارد هو اللي طاغي بزاف في هاد لاصوص. ودرت هاد صوص ديال الباربيكيو هكذا باش تبان لكم، هذه حلوه البنات، هذا الصوص الحمراء راها حلوه، وهذه راكم عارفين المذاق ديالها. صافي درت شويه ديال الزيت بلديه، شويه الطحميره، الكمون، الخرقوم والبزار والثومه، حكيتها بحال هكا. غادي نخلط كلشي والملح اكيد نخلط كلشي وندير فيه الدجاج ديالي. المهم انا غسلت هنا الدجاجه كامله حيت ليها الجلده، غادي ندير القياس اللي بغيت وداكشي الاخر نديرو في الثلاجه. وهنايا نوريكم انا عندي الروين هنا في الكوزينه، صايبت شلاطه ديال مطيشه والبصله، المهم غندير فيها لا ملحه لا زيت لا والو حيت باش ما تطلقش ليا الماء، غادي نغطيها بواحد السلوفان ونحطها صافي حتى العشيه فاش نرجع ان شاء الله، وعاد ديك الساعه نصيب زعما ليها العطريه ونحطها في الطبيصلات. غادي نرقد دابا الدجاج ونسد عليه ونديرو في الثلاجه حتى هو، باش ما البنات بقى هاد الدجاج في هاد الترقيده باش ما كيجي فتي وبنين بزاف، وحتى المذاق ديالو كيتبدل كيجي اش غنقول لكم واحد المذاق بنين بزاف. المهم انا غنرقدو دابا مع الصباح ونخليه حتى العشيه عاد غادي نشويه. البنات عاد وجدت راسي بدلت عليا باش غادي نخرج كما قلت لكم، بالنسبه لشعري البنات صايبته هكا شويه يكون بوكلي. بغيت نشارك معكم هاد البارفان خطيره يا البنات، هادي بوسيس من اوريفلام، عرفتوا بعدا غير القريعه ديالها البنات، شوفوا كيفاش دايره زوينه بزاف، داير بحال شي حنت شملوي هنايا وما فيها لا غطا لا والو. هادي هي اللي كندير تقريبا دائما او لا اغلبيه الاوقات، حيت راكم عارفين عندي واحد الكوليكسيون كبيره ديال الروايح ديال اوريفلام. شوفوا راه تقريبا ضربت فيها النص، بقى غير النص، دائما كنلوحها معايا في الصكه نتا معايا هكا الى خارجه، وهذا والريحه ديالها زوينه ديال هاد الوقيته، ما قاصحاش بزاف وما خفيفاش بزاف وريحتها حلوه. المهم لبست غير هاد الكتيوه هادي خفيفه، ولبست هاد الكاب اللي كانت صايبات ليا صاحبتي الا كنتو كتعقلوا، كانت جابته لي في عيد الميلاد ديالي، حيت اليوم المهم ما بردش الحال بزاف كاينه شميشه سخونه، فقلت لبس غير هذا خفيف وصافي. وشعري كما قلت لكم بغيت نبدل شي شويه ودرت بوكلي. وبالنسبه للقصه يا البنات عرفتوا عصباتني عصباتني هاد القصه، مع طوالتي شويه ولات كتدخل ليا العينيه وما بغيتش مازال نقطعها، بغيت نخليها طوال، ودرت غير هاد البوندو شديته من هنايا باش يشدها ليا حيتاش ما بغاتش تزقى بلاصتها. المهم غادي نخرجوا دابا وهانتوما معايا، الا كاين شي حاجه غنبارطاجيها معكم، الا ما كاين والو حتى رجع للدار ان شاء الله. البنات جينا المرجان، ولكن جينا باش نتغداو هو الاول، عاد نمشيو ندوزو باش ناخذو الحويجات اللي خاصنا. المهم جيت لهاد البلاصه اللي فيها لا سالاد، غادي ناخذو واحد لا سالاد وشي حاجه اخرى. المهم غادي نشوف شنو كاين عندهم الماكله عندهم البنات زوينه بحال ديال الدار، ديجا انا مجربه زعما هاد لا سالاد ديالهم بنينه بزاف. المهم راه كاين كلشي، كاين الدجاج، كاين البايلا، كاين تما دجاج بلاصوص بلانش، كاين المهم الحوت اللي بغيتو كاين. المهم البنات اختاريت لاصالاد اللي بغيت، اختاريت فيها الخضره اللي كناكل كما قلت لكم، وهذا وفيها زالوك حتى هو. وبالنسبه لدينا حتى دجاج بلاصوص بلانش، الراجل كيهضر في التليفون. المهم خدينا حتى دجاج بلاصوص بلانش غير كيسخن شي شويه ومن بعد غيجيبو لينا. المهم البنات جينا للبلاصه اللي فيها هاد لي بارك ولا هاد الكونات ديال الوليدات الصغار، شفتوهم؟ المهم كاين اللي غيقول لي راه هادو صغار على ولدك، ولكن راه ولدي زعما يلاه عنده عامين ونص دابا، يعني مازال ينعس في هادو، يبقى ينعس فيهم تقريبا حتى يدير كاع 4 سنين
وغيبقي ناسهم حيتاش راه كبار، واخا كيبانو ليكم بحال هكا البنات راهم كبار، شوفوا فيهم اللوينات والاثمنه انا جاوني مناسبين، بحال هذا داير 419، هادو دايرين 690، وكاينين شكيلات اخرين تما. وهنايا كاينين الماطلات، هادي اللي كاينه عندي بحالها في الدار، هاد الماطله هي اللي كانت عندي في داك البارك القديم ديالو. وهنايا كاينين واحد اخرين حتى هما باثمنه مختلفين. المهم نجيب لكم دويره هكا شي وحده الا بغات تشري شي كونه لولدها ولا بنتها، راه كاين لوشوا في هذا المرجان ديال انزكان الا جيت. شوفوا البنات انا تيحمقني هادشي ديال الوليدات الصغار، شوفوا 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 واحد اللبيسه غزالين ما شاء الله زويونين. شو كاين حتى جاكيطات ديال البنيات حتى هما، منين دا شي بنيه هاشو مع هاد البرد هاد الجاكيطات هما اللي كيصلحو ليهم. راجلي مشى كيدور لديك الجهه كيقلب، بلاتي نوريكم فين مشى. مشى لواحد الحاجه صراحه خاصه نعيد. شنو داكشي يا ياسين؟ شوفوا علاش مشى، مشى للطواليط، الطواليط ديال ادم علي. نشوف كي دايره قاده دوره، والله الا بحال بحال لا شوسنيت غير هي صغيره. شوف واحد بحال بلاكار فاش تجمعوا الحويجات ديال وليدات صغار. المهم انا غنختار دابا ونشوف اين هو اللي غيعجبني. هذا بالنسبه لشي واحد باقي صغير يعني اصغر من ادم، حيت هذا صغر من هادو كاملين اللي كاينين هنا في هاد المربعه ديالو، صغر منهم هذا. البنات سمحوا لي ما صورتش لكم بزاف، عتو ضلينا كندورو كندورو كندورو. المهم خديت تقديت شي حاجات خاصيني، وبقينا صراحه غير كندورو النهار كامل. تشريت حتى الباك حتى هو حتى نوري لكم، ولا الكونه تنوريها لكم. المهم راه دابا خديناها مونطي يعني مازال ما صايبناها وداكشي، غنوريكم بعدا واحد الحاجه خديتها هاشارك معكم البنات بالنسبه للحوايج اللي خديت من مرجان. المهم خديت اول حاجه هادي، هاد الزيفه هادي اللي كيديروا فيها الصبادو هادي، شفتوها هنايا مقاده هاد البليصه هادي تاع البلاستيك، فيها اللوينات فيها المارو فيها الالوان. انا صح عجبني الكري وخديت الكري، هي تاع البلاستيك وكتقاد بحال هكا فيها ربعه ديال لي زيفاجي. المهم حتى نقادها من بعد نوريكم الشكل ديالها كيفاش كتجي. خديتها على قبل هاتو كتكون عندي واحد اللوينه في هاد الدروج، حيت فاش كيدخل راجلي ولا ادم ولا حتى انا كنحطو صبابطنا تما ديال الزنقه وتلبسو ديال الدار، وكيبقى ديما الدروج مرورين ديما عامرين بالحوايج بصنادل سمحوا ليا، ولا بعد مرات الالعاب ديال ادم راكم عارفين. قلت ناخذ هذه ندير فيها صبابط ونحيد عليها كلشي داكشي اللي في الدروج، نطلعو هكذا الفوق. نشارك معكم الحاجات الاخرين، خديت شي حويجات بالنسبه للدار، خديت هنا التيفان. المهم هذا خديتو حيت غادي نمشيو واحد شويه، قال لي راجلي غنمشيو عند نديرو الكوتي عند جده، عيطنا ليها وغادي نمشيو عندها الدار، فقلت ندي معايا شي حاجه باش نديرو الكوتي. خديت هاد التيفان ديال مرجان هذا البنات واعر، وخديت ميمكنش نمشي للمرجان ما ناخذش سنيك هذا حتى هو، جربوه كيديروا فيه واحد لاكريم باتيسير من الداخل والله الا بنين بزاف. خديت هذا حتى هو، خديت هاد الحلوه ديال الكوك حتى هي كتعجبني بزاف باش هكا نشربو كويس داتا معاها. خديت لاصوص طوماط، خديت هادي ديال اولا، هادي هي اللي كناخذ، هادي زوينه بزاف بالنسبه للطبخ وبالنسبه اللي كديروا ليه بطاط بزاف وداكشي، هادي بنينه. وإلا كنتو تعقلو داك النهار قلت لكم راه كنصايب ولا جربت واحد الشوربه وعجبتني وحمقاتني بزاف، داكشي علاش مشيت عاود خليت منها. هادي ديال الدجاج، هادي ديال ايديال، هادي البنات زوينه بزاف نكهه الدجاج، كاينه ديال الحوت، كاينه ديال اللحم، كاينه ديال الحريره المغربيه. المهم انا خديت الشوربه هكا، طريقه الاستعمال غادي نشاركها معكم ان شاء الله الا درتها. دابا ما غاديش نصايبها دابا، نقدر غدا يقدر شي نهار اخر ونشارك معكم الطريقه. خديت فيها جوج، كتزيدوا ليها نتوما اضافات اللي بغيتو، هي كتجي غير بحال الغبره، وانتوما كتزيدوا فيها مثلا الدجاج مع لي شامبينيون مع اي حاجه بغيتو. المهم نوريكم بعجاله باش غنمشي مازال نبدل عليا ونبدل ادم عاد نخرجوا، غنخرج بحال هكا حيت جاني الصهد فاش خرجت. المهم خديت العطريه كانت خاصاني، خديت المروزيه ديال الدجاج، وخديت سكينجبير. شنو مازال خديت؟ خديت هادو قال هادو كيجيو كلا
ثلاثه بروموسيون فيها ساني كرو هنايا ديال الخزامه هذا كتحمقنا الريحه ديالو. وهذا الصراحه ما عرفتش هذا ديال البخور قال لك ساني كرو بريحه البخور ما عمرني شميت الصراحه تنحلو نشوف. وفيها جافين كيجيو ثلاثه ب وقيلا واش 25 ولا 29 درهم. شنو الحاجه اللي خديت؟ خديت هاد اليوغورت هذا تا هو دائما كناخذو فاش كنمشي المرجان. خديت ثلاثة ديال الشكل كل واحد خديت منه هكا بعربها. كناخذ هذا ديال لاطاخت وهذا ديال الشوكولا وهذا ديال الكراميل. المهم انا نحط حدايا هنايا من بعد نقادهم. خديت لا كريم فريش هادي تا هي بغيت نصايب بها واحد الوصفة. خديت الشامبينيون حتى هو خديت غير وحدة هاد الصغيرة مع ما كناكلوش بزاف غير بغيت ندير بعد مرة تاني ولا شي حاجة. خديت هاد المخدة هادي على قبل نواسية ديال الأدب ولا نشوفكم. يلا جا هذا من برزيط جا من عند جدة وبابا الدور ديالو. المهم قلت لكم خديت ليه هاد المخدة هادي حيت كاين عنده شي وحدين ولكن صغيورين فلقيت هادي كبيرة ورطبة بزاف داكشي علاش خدمت عليه قلت ندير عليه في الباك جديد بما أنه نواسية جديدة ناخدو تا مخدة جديدة. وآخر حاجة البنات الزبدة ممكن نستعمل أنا هادي ديال بدوية زوينة بزاف. صافي هادو هما الحاجات لي خديت مخديتش زعما بزاف ديال التقضية خديت غير داكشي لي كان خاصني وصافي. غادي ندوز دابا باش نبدل عليا وعاد من بعد نمشيو نخرجو. المهم إلا كاين شي حاجة غنشاركها معاكم هاد النهار. البنات ادم راه فرحان بالبارك ديالو. زوين ادم زوين كي جاك عجبك بصح نعم قلت لي ميرسي ماما تنعس حداك دبدوب ديالك بصح وراه باقي نعس حداك انا هنايا بصح يلا نوض نوض لعب نوض. فرحان بادم كيما قلت لكم البنات الماطله راه ما شريتهاش هادي كانت عندي ديجا ديال داك الباك القديم واخا زعما تحيدات لها ديك البلاستيكه ديالها ولكن كنفرش عليها زعما هكا الفراشات ديال ادم. مازال ما خديتش ليه صراحه شي كوفر لي ديال زعما يجي مقاد مع هاد الناموسيه هادي ولا هاد البونجا بيه الفرحان. غنفرش ليه غير شي زار هكا يكون سخون على حسب دابا راه الوقيته ديال البرد ولا شي مانطا صغيره وصافي يبقى ينعس فيه حتى من بعد وناخذ ليه شي كوفر لي ديالو ونغلف حتى ديك المخده تاع هي. زوين ادم زوين حيد هذاك دبدوب راه زحمك كحزو راه زحمك حيدو شتو اللوينات البنات اللي فيه زوين اختاريت هذا اللي فيه هاد اللوينات زعما ديال الدراري. كاين بزاف د الالوان كاين اللي فيه لورونج وفيه ما عجبونيش بزاف دوك الالوان فاختاريت هذا وفيه هنايا هاد الرسومات انا نوريكم فيه الطوموبيله اللي عزيزه على ادم ادم وفيه حتى هادو الرويض الا بغيتي تحزي من بلاصه لبلاصه ولكن راه كيكون لهم الفران ديالهم زعما ما تخافوش على الوليدات. صافي نخليوك تنعس ما نبرزطوكش يلا بسلام عليك باي باي يلا باي باي بصحتك. ها هو دودو هاد من جينا دودو هاد ندرجو كياكل كرواسون هاد من جينا عند من عند جدة عند جدة وجدي زوينة جدا زوينة لا خايبة أويلي لا أمينة قالك لا خايبة لا زوينة زوينة ولا خايبة زوينة كتعطيك مومويا عطيني شوية كاع دوقتيني يلا صافي غير كول بصحتك دير لهم باي باي دير لهم باي باي السلام عليكم السلام عليكم
المهم البنات عاد دخلنا للدار، ما صورتش لكم مازال صراحه، بقينا غير مجمعين وصافي. قالت لنا جدات راجلي والد قصوا لي عشاء، ولكن راكم عارفين انا اصلا كنت مصايبه الدجاج وكلشي يعني مرقده في الصباح، فقلت لها ما نقدرش حيتاش خليت ما خليت لي عشاء في الدار وداكشي ما كاينلاش حتى هي نبرزطوها مسكينه. ادم حتى هو عرفتو لقات لنا اتساع فين يلعب، بقى كيدور عرفتو الديور القدام ديال البلاد كيكون فيهم داك المراح كبير تبارك الله وداكشي، وديت ليه داك الموتور ديالو بقى غير كيدور تما كيدور ما سخاش يجي. دابا راه كيف جا جلس في البارك ديالو وشد الدروسون كيتفرج فيهم شي شويه. صافي بين ما نوض حتى انايا نبدل عليا باقا بجلابتي، لبست غير جلابه حيت قبيله كنت مديرونجيه في الحوايج، وجيت حيتهم دغيا ولبست جلابه. عاد هاد القصه برزطاتني وحق الله البنات كنجمعها وكديرها، والمشكله انها طوالت شوف راه كتمقطعه هكا كتمقطعه قصر من حجباني شويه. ها نتوما شوفوا دابا قداش ولات، زاد فيها تقريبا قد هكا. وبالنسبه للبنات اللي كيقولي شنو كديري الشعر ديالك، واش كديري زعما شي حاجه باش تطوليه اولا؟ البنات راني شاركت معكم واحد البخاخ كنديرو تقريبا فوق ما كنبغي ندوش، اولا تقدروا ديروه يوميا راه ما كيخسر لكم حتى شي حاجه، زوين بزاف. كتاخذوا الزعتر والياسر، الا ما عندكمش ياسر ماشي مشكل، خذوا غير الزعتر وديروه في الماء وخليوه حتى يغلى مزيان مزيان، وديروا في شي بخاخ وبقاو ترشوا به الجلده ديال شعركم، راه هي اللي كطول لكم الشعر. انايا صراحه ما كنديروا دائما، وكنلاحظ بان الفرق زعما بان شعري راه طوال بدا كيطوال. شوفوا غير هذا القدام خصوصا هذا القدام راه دغيا كيطوال ليا انايا، وحتى البروتين البنات راه مشى ليا البروتين من شعري. دابا راه شعري مسكين هذا هو الحاله الطبيعيه ديالو، هكا كنبقى نعالجو بالزيوت وهذا ان شاء الله. من بعد راه غادي نعاودو غادي ندوزو باش نجمع واحد الروينه من ورايا. اش نقول لكم ما بلا ما نحيد عرفتو من ورايا مقلوبه الدنيا. شوفوا اللي هيها الشبكه ديال الصابون دخلتها قبيله قبل ما نخرج، شوفها اش فين محطوط الروينه وكلشي. بعدا ما قلت لكم راني بدلت عاوتاني الشكل ديال بيت النعاس، كل مره كيطلع لي في الراس كنبدل شي حاجه، ولو المهم غير حاجات بساط راه كتغيروا بها. ولصقت هذيك المكانه عرفتو هذيك كانت جابتها ليا بنت خالتي في العرس ديالي وقيلة، والله ما عقد بنت خالتي كانت جابتها ليا في العرس ديالي. وسبحان الله العظيم من ديك الساعه وهي محطوطه حتى البارح كنخمم البيت النعاس وانا نلقاها بالكرتونه ديالها باقا زوينه فيها واحد الشكيل على شكل طوس. المهم تنقربها كنقرب لكم ونصورها لكم، وانا نقول الله تنعلقها ونتفكرها بها وكلشي. وناوي رديتها الجهه الاخرى اللي جهه الشرجم هنايا، والجهه الاخرى درت فيها الكوافوز والبارك ديال ادم. واخا صراحه البيت نعاس عندي صغير، ولكن المهم فاش كيكون البرد كتبغي شي حاجه هكا تكون زعما شي بلاصه تكون مجموعه وسخونه، ماشي بحال الصهد كتبغي شي بلاصه كبيره فين تمرحي. غادي نوض نبدل عليا ندوز نغسل الوجه ديالي ماشي باش نصايب العشاء. بعدا راجلي هناني قال لي اش لاضا انا غنصايبها، دار الخضيره هكا كتفور وصافي غير شرملها وداكشي عادي زعما، وشو اصلا راه مصايبين ومشرملها وكلشي، فهو اللي غادي يتكلف بالعشاء. انا غادي غير نحط الطبله وندوز باش نغسل وجهي ونشارك معكم لي برودوي اللي غادي ندير في هذا الوقت. البنات جيت مباشره للدوش باش ندير الروتين ديال كل نهار كما قلت لكم، ونحيد المكياج اللي في وجهي. اول حاجه بعدا كما كتشوفوا معايا هنا درت واحد البوني ولا دوك الباندات اللي كنجمع بهم شعري باش هكا ما كيعمرش ليا بالماء. اليوم غادي نغسل البنات بهاد جيل نيتوايون ديال بيرسكينغ من اوريفلام، حتى هو هذا غسول وفي نفس الوقت قماش حيت فيه واحد الحبيبات اللي كتفركي بهم الوجه ديالك مزيان. انا هنايا راه ديجا بللت وجهي البنات بشويه ديال الماء، عاد من بعد درت هذا الغسول اللي كتشوفوا معايا كنحاول ندير به بحال قماش حيت هو فيه حبيبات صغار. وهنايا درت السيروم ديال نوفاج هو الاول، عاد من بعد غادي ندير كريم ايدغاتونت يعني كريم ديال الليل، ومن بعد غادي ندير لا كريم العينيه حتى هي ضروري ترطبوا البنات في هذه الوقيته ديال البرد. راكم عارفين البشره ديالنا كتنشف بزاف، وسمحوا لي الا كتسمعوا حدايا صداع انا كندير لكم المونتاج وانا خارجه، غير ما بغيتش بغيت نحط لكم زعما هكا الفيديو بكري، هذاك الشيء علاش اضطريت باش ندير لكم المونتاج وانا على برا. صافي المهم هنايا كما كتشوفوا معايا درت لا كريم ديالي درت ديال العينين، وهنايا كان راجلي كيطيب لينا العشاء كيشوي لينا داك الدجاج اللي صايبت كما قلت لكم. وانا من بعد غادي نصايب غير هكا شي عصير نرافقو به وصافي. المهم هكا كتجي العشوه ديالنا ساهله مهنا. المهم البنات جيت باش نسد معكم لا فيديو، صراحه كنت باغا نشارك معكم العشاء وداك الشيء، لقيت راجلي حط
حط العشاء وبدا كيتعشى حيتاش جا عندنا لوسي صغير. والمهم جلس هكا باش يتعشى معنا، فصافي خليتهم دابا يلاه كيتعشاو وغادي نمشي باش نصايب انا واحد العصير. صراحه مش هي اليوم شي عصير، قلت نصايب شي عصير ديال كاين عندي الديسير في الدار، نصايب عصير هكا طبيعي نشربوه من ورا العشاء وصافي. المهم هادشي اللي كاين البنات، غنمشي باش نتعشى ونسد معكم لا فيديو هنا ونضرب لكم موعد ان شاء الله فيديو جاي. بوسات كبار لكم، تصبحوا على خير.